بزاف تيجي هاد الخط. الو الو، مالك كتبكي؟ نادية وحدة من الضامنة معاك بقات في بقيتي فيها. مرحبا بك اختي العزيزة، نهار كبير هذا. حيدي اللايف، حيدي اللايف. مرحبا بك بادر واحلى بادر، مساء النور، نورتينا اخويا العزيز. يا ونوني يا ونوني والدجاجي غني. مرحبا بك اختي العزيزه، شنو السميه ديالك والسن والمدينه؟ اسمي مريم. الله، عاوديها وانتم مالكم هاد النهار؟ واش كيتو شي كتشربوا شي سيرو كيدير لكم الصوت هكا، ولا سمعتوا مروه وزاد ناديه دابا غتوليو كاملين هضروا مقادين محروسيه؟ صراحه انت شماليه؟ ايوا. مريم منين؟ شحال في عمرك؟ اها، لون باغا ديرها التاس؟ واحد عايل. عايل؟ مشات الرجولة ملي قلت لك عايل مشات صباح. اها، زيدي شنو سميتو وشنو دير وشحال في عمرك؟ انا 26. شنو اسمو؟ اسامة. اسامة، اها اسامة. أسامة وشحال في شمن مدينة عفوا؟ طنجة. تاهم طنجة. شحال نمشي ويا مع بعضياتكم؟ شوف صراحة صراحة ماشي بزاف. شحال؟ مثلا نقول لك إن شاء الله في شي شهر ولا شي حاجة، بحق زعما أنا بغيت نعملو، حيت بغيت نتأكد زعما هاد السبك كيقول والله إلا كاينة فتينة والله إلا ما عرفت شنو كان طبيعي، فهمتي؟ الإنسان ضروري يتأكد، أصلا ما كتلقى شي بالحق الإنسان يتأكد وصافي. أوكي، النمرة كيفاش خداها عندك، في الواقع ولا في المواقع؟ لا في الواقع. يلا قولي لنا كيفاش تاخدها عندك النمرة. كيفاش تاخدها عندك النمرة؟ في الميرة. اش؟ محمد جوبي. انا في الميرة. ميرة؟ اسمع الله رايح. انا انفيرمير بوليفالون. فرملية انفيرمير. محمد اي يلا زاد هي دارت الشهر راسها، دابا راه قلتي سميتي غير عفوك، زيدي فرملية في السبيطار محمد الخامس. اي وصافي، واحد النهار كنجال تما وما نعرفش شي حاجة ما شهادة من هيدا، اي المهم شي حاجة تما. وصافي ديك الساعة أنا زعما سربيتو دغيا 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 هيدا، وصافي ديك الساعة رجع مور داكشي وقال لك ديري النمرة، وصافي ديك الساعة كثر رجع على ود النمرة. أيوا يلاه هاري النمرة. هاري 06. أها أيه أها اختي، انت فاش مصوني عليا؟ ما فايتاش انا هاد النمرة هادي. لا انت فايتها مصوني عليا النمرة ديالي. انا فبراير مارس ابريل ماي يونيو يوليو صغشت. اختي انت فايتها مصوني عليا. لا عشان كيف صونيتي ولا جاوبتي شي حاجة؟ لا صونيتي عليا وعطيتي هاد السيد هذا، دابا حنا في شهر 11 وانت قلتي لي هاد السيد هذا عرفتيه يلاه شهر، هاد السيد انا مصون عليه نهار 4 في شهر 8، اقسم بالله بلاش نوريكم الخوت قسما بالله. ناري تخيلوا معايا، تخيلوا معايا ما تكونش هي اللي مصونيه، غتكون شي وحده ثالثه. اقسم بالله انا عمري عاودي لي بعدا النمره 0674 اها 33. اقسم بالله الا هذا داير ليه التيست نهار 4 غشت. أنا أقسم بالله عمري ما كنت من النمرة ديالو، أصلا أول مرة شوفو عليك أنا ونجربو أول مرة. باش نضرك النمرة وي هذا شو كان ديال شي واحد عيط لي تيست. إيوا هي راه شي وحدة عيطت تيستاتو، غندير لكم كاميرا باش تشوفوها. هانتوما النمرة ملي كتكتبها في هاد سامسونج ولا أوبو ولا هواوي كتبقى تطلع لكم ديجا، هي عاطيني 4 غوش بلي ديجا مصوني عليه. دابا شي نمره الناس اللي عندهم سامسونج وهذا غيكونوا عارفين هاد القضيه هادي.
ملي كتكون مثلا دابا شي واحد صونع عليا اون فوا كيبدا يقيد غير دوك النوامر الاولين صفر سا كيبقاو يطلعوا دوك النوامر اللي بحال بحال. دابا هذيك كتبتها كامله وطلعت لي بلي مصونع عليا في 14 8. يلاه سكتي ما تهضريش ويدي. وما عرفت دابا واش فايت جاوبنا ولا ما جاوبناش. ناري هذه وقعت لي دابا ثالث مره غتوقع لي في جيت في شهر 8 قلتي لي شهر 8 دابا ما عرفتش واش بلاتي بلاتي غنصوني بعدا ونقطع نصوني ونقطع نصوني ونقطع نشوف واش هاد المرا فايت هضر معاها ابل خاصني دخلتها ربعة واش ما طلعش لي ما طلعش لي انا واخا يلاه سكتي بسم الله. دابا الا فايت هضر الا فايت هضر معايا كان دات لي شي ولد. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا سي اسامه هذا. مساء النور والسرور. كيدير سيدي لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. العائله والاحوال ديالكم كلشي لاباس الحمد لله؟ الله يبارك فيك. نهار كبير هذا. الله يبارك ياك. ما مشغول السي اسامه؟ غادي ناخذ ان شاء الله من وقتك واحد دقيقه ولا جوج. معايا استاذ اسامه من مدينه طنجه احلى الناس. السن ديالك 26 سنه اللهم بارك. مرحبا واهلا بك. بغيت نقدم لك راسي. غير هو قبل ما نقدم لك راسي بغيت نسولك واحد السؤال. واش كتصنت شويه للراديو ولا لا؟ لا ما كنتصنتش. لا بصفه نهائيه؟ لا. مرحبا واهلا بك. دونك نقدم لك راسي. معاك مصطفى سحليف مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. انت حاليا معنا على المباشر في الراديو على اثير يمنى وموجه 96.4. فايت لك سامع بهذا البرنامج؟ عندك شي معلومات عليه ولا لا؟ لا ما مرحبا واهلا بك. هذه فرصه سعيده تعرف على البرنامج ديالنا وعلاش لا حتى انت في يوم من الايام تولي ان شاء الله من المتابعين الجداد ديالنا فغتشرفنا اكيد. اسامه جانا اتصال من عند واحد البنت هي اللي زودتنا الرقم ديالك وهذه المعلومات كذلك باش نتصلوا بك. قالت لنا بلي انت وياها كتعرفتوا ان شاء على ما اظن في شهر 6 ولا في شهر 7 وحاليا كتجمعك انت وياها علاقه حب وبغات دير لك واحد السيربريز وفي نفس الوقت عندها شي هضره في حقك بغات تبوح لك بها من خلال البرنامج ديالنا. ركزوا عليك شهر 6 وشهر 7 سعدت لها التصاف. كنظن راك عرفتيها شكون سي اسامه. الو ما بقيتش كنسمعك يا سي اسامه. الو اسامه كتسمعني ولا لا؟ كنتي كتسمعني؟ راه ما بقيتش كنسمعك. جو بونس راه قصيت التليفون دير ميوت ولا شي حاجه. الو سي اسامه كتسمعني ولا لا؟ الو اسامه تسمعني؟ حنا الا كنتي كتسمعني انا غنقطع ونعاود نتصل بك حيت ما بقيتش كنسمعك. ناري ما عرفتش واش نلقى في هذا واش غادي نلقى فيه النوامر اللي صنعوا عليا في السبعه في شهر 8 والله حتى نخليه نجبدو ما نعرف شكون ولكن غادي يخدم عليا بزاف. شتي شنو هو 11 كامل و10 كامل و9 كامل هذا باش تدخل شهر 8 4 شهور صعيبه بزاف صعيبه. شوفوا انتوما بلوك النمره. اختي العزيزه بلوك النمره ولكن بلاتي نصون عليه بريفي نشوف. انت اصلا ما مربيش عليه الكبده؟ لا لا ولكن ويلي عرفتي نشوف الهضره بلا ما نقول لك الدود الحمد لله ما كنتقش دوبي. هذا مشي يدق البرا ولا ما عرفش بغا شهاده طبيه. ها البريفي كاتسوني دا بلوك النمر ديالي انا صد مره ما يمكنش الخوت والله كيقطع عليا. المهم اختي هذا راه انا قلت لك شنو كاين قال لك ا ما ا ونصيفط لك السكرين ولا تخلي ها بلوكي النمره نصيفط لك السكرين اختي وري لي بلي راه مصوني ليه نهار 4 في شهر 8. يا مصيبه. امين. لا مصيبه لا المهم غير يبعد منك وصافي ما يتفلاش عليك. ما مصيبه ما ندعيو حتى شي واحد بالشر ما كناش كنولدوا فيه صافي. شنو باين درك زعما ممكن. ايوا واش غادي نقول لك عادي يلا الشهر مازال ما ربيتي عليك بدا مازال ما ولدتي الله يعاونو الله يعاونو. واصلا هو جاك على شهاده طبيه اذا كذاب هذا باغي يمشي يكذب في اداره ولا يكذب على الخدمه هذا فيه الكذوب من الديبار. جا لعندك للسبيطار باغي شهاده طبيه. علاش باغي شهاده طبيه؟ حيت مع هو جاك مريض ما جاش مريض. لا ما جاش محمد الشني هو شي واحد اخر.
ايه واش سي اذا فيه التخلويض. اه واش شوفي انت جد تبغي دير شي ورقه لشي واحد اخر. اه سي شوفي هذا خطير، هذا ردي البال منه. شكرا. يلا مرحبا. المهم الاخوان الناس اللي